المطربة العراقية خيال، أهلا بيكي في اليوم السابع ومنورة مهرجان بغداد. تسلم يا رب بكل أجواب، أهلا بيك وأهلا بكل مصر، أهل مصر الحلوين والطيبين الراقين، مصر أم الدنيا، الله يحميك يا رب. شفناكي في حفل افتتاح مهرجان بغداد، غنيتي أغنية باللهجة البصراوية، نقدر نقول العربية الفصحى. العربية الفصحى، أغنية يعني كسرت الدنيا جوه والناس كلها وعجبت بيكي وبصوتك. ممتنة، وهذا هو اللي يسعدني، سعادة الجمهور، الحب، غنيت بكل حب ومحبة لكل شخص موجود بالمكان. ده اللي خلانا حابين نتعرف عليكي أكتر ونعرف مين هي خيال وإزاي هذا الصوت الجميل إحنا مش عارفينه في مصر. صحيح، من الطفولة وأنا أعشق الغناء للسيدة أم كلثوم، كنت أغني بالمدرسة دائما، لكن بسبب يعني إنه ظروف الحياة والانشغالات وانشغالي بالدراسة هذا الشيء خلاني بعيدة عن هذا المجال، لكن مثل ما نقول انه خلاص وصل حدها انه انا حابه صوتي يسمع الجميع، واكيد تشرفت بوجودي هنا قدام اخواننا العرب اللي جايين من كل مكان، من مصر، من لبنان، من سوريا، فغنيت بكل حب واتمنى يكون صوتي هو صوت العراق لكل الناس بكل محبه. طب عرفينا اكثر عليكي، انت دارسه موسيقى، دارسه غنى؟ حاليا ادرس موسيقى، واما هي غنى على الفطره، على الفطره. طيب تقدر تغني لنا حاجة لأم كلثوم تحية لمصر؟ آه وانت معايا يا صعب عليا، رمشت عينيا ولا حتى ثانية، يصعب عليا لا يغيب جمالك، لا يغيب جمالك ويغيب دلالك، دلالك ولو شوية. حابب اعرف منك ازاي تم اختيارك ان انت تغني النهارده في حفل الافتتاح؟ كان هو صدفة، أوبريت وسمعت حبيت أشارك، استدعوني، وأصلا ما كنت متهيئة أنه أحضر على المسرح، يعني فاجئوني قبل أسبوع وقررت أنه أجي والحمد لله والشكر. حابين نسمع صوتك مرة تانية؟ شو أغني؟ كثير أغاني مصرية أحبها، بس أوقات واحد الأصالة. ما تسألني حبيتك امتى، ما تسألنيش حبيتك ليه، اللي اعرفه ان انا وانت لقينا شيء، لقينا شيء بندور عليه، بندور عليه حبيب أمالي يا غالي، يا غالي عمري كله ليك، وكل عمري يا عمري يا عمري مش خسارة فيك، مش خسارة فيك. خيال ده اسمك الفني ولا اسمك الحقيقي؟ خيال اسمي الفني. اسمك الفني؟ اسم على مسمى. مين اللي اختار لك الاسم؟ انت اللي اخترتي. حقيقي مش عايز ابطل اسمع، لو عندك اغنيه كمان مصري الورده مثلا. يعني حاليا نقدر نقول واحد من بتلبك شويه راحت من بالي الاغاني، لكن انا الصراحه الغناء المصري هو بدمي، رقم واحد عندي، اتربيت على اغاني السيده فائزه احمد، نجاة الصغيره، السيده ام كلثوم، كل الفنانات، يعني تربيت على الفن المصري، حتى لوني، حتى لهجتي دائما انه انا اميل العربي ممكن اكثر، يعني انا تربيت من الطفوله على الفن المصري. طب حافظه يا حبيبتي يا مصر؟ مش هاديه؟ لا مش حافظه. كنت اغني بالطفوله اغنيه الدكتور محمد عبد الوهاب، عاش الجيل الصاعد عاش، لكن حاليا يعني من طفولتي وانا اغني لها، واغني للسيده فايزه احمد ايضا. سمعيني حاجه الفايزه. أنا قلبي إليك ميال، وما فيش غيرك عالبال، أنا قلبي إليك ميال، وما فيش غيرك عالبال،
انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا